الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح مختصر صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 54 بعد 700، باب التحنط عند القتال. في هذا الباب حديث واحد هو 57 بعد 800، عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط يضحنط عليه، وقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ فقال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط ثم جلس، جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين لنا أنه جاء في يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس، وثابت بن قيس هذا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يضع الحنوط على جسده، الروائح والأشياء التي يعود مسك وغيره، تأهبا واستعدادا للاستشهاد في سبيل الله، مثل معركة ملاذ كرد اللي كان بطلها ألب أرسلان، لما لبس هو 12,000 مسلم معاه، لبسوا لبس الأكفان وجاهدوا في سبيله وانتصروا على الروم، وكان عددهم أكثر من ذلك بكثير جدا، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بقدرته وعزته، إذ النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فجعل يضع الحنوط تأهبا للاستشهاد في سبيل الله، وكان قد كشف على فخذيه بسبب اشتغاله بتحنيط جسمه، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ ما الذي أخرك على أن تخوض المعركة حتى الآن؟ فقال: الآن يا ابن أخي. ولم يكن ثابت عمه، ولكن العرب تتوسع في هذه الكلمات توددا وتلطفا وتعبيرا عن إنزاله منزلة الابن أو ابن الأخ، أي الآن أخوض المعركة. فذكر في هذا الحديث انكشاف، يعني ذكر الراوي أنها وقعت في الجيش هزيمة في المسلمين وتقهقر، فقال: هكذا عن وجوهنا، أي فلما رأى ثابت ما وقع في الناس من الهزيمة بلغ به الحماس مبلغا عظيما، وكبر عليه ما رأى، فقال للناس: ابتعدوا عن وجهي وافسحوا لي الطريق لكي أقاتل هؤلاء، ما هكذا نفعل؟ أي ما كنا نتقهقر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، أي بئس هذا التقهقر الذي يجعل أعداءكم يطمعون فيكم ويستهينون بكم. هذا الحديث يدل على مشروعية التحنيط عند القتال، تعبيرا عن الاستعداد للاستشهاد واستحباب تشجيع المحاربين وعدم التقهقر، بل الدخول في المعركة بكل ما يستطيع الإنسان من قوة. والله عز وجل وعد المسلمين إما بالنصر وإما بالشهادة، وكل منهما هما إحدى الحسنيين. هذه القلوب التي تتربى على ذلك تعرف أن ما عند الله خير وأبقى، هذه لا يحتل بلادها ولا يتلاعب بها كما يلعب بها حكامها المنافقون الكرة، ولا يعني نقول عنها أنها دول عالم ثالث أو دول متخلفة أو دول متأخرة، بل تكون دول متقدمة عظيمة لها مكان تحت سماء الله وفوق أرضه، لأنها أرادت أن تعلي كلمة الله فأعلى الله كلمتها. نسأل الله أن يكون قريبا في أمة الإسلام، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.